أود في هذه الكلمة المختصرة أن أجدد عظيم الامتنان لسيدي صاحب السمو على هذه الثقة الغالية، وأسأل الله العلي القدير أن يعيني على تحملها، كما أشكر أخواتي وأخواني أعضاء مجلس الوزراء لتحملهم المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة. الحكومة تأتي اليوم للمجلس مادة يد التعاون إلى أبعد مدى، تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو في مكافحة الفساد وحماية المال العام. سوف تقدم الحكومة بموجب المادة 98 برنامجها في 3 أسابيع. أنا أحب لما التزم بشيء أضع له جدول زمني. في مدة أقصاها 3 أسابيع سوف نتقدم ببرنامج الحكومة يأخذ بعين الاعتبار ترجمة لتوجيهات سيدي صاحب السمو، الاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة، التوازن بين الطموحات والإمكانيات. أمامنا مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من أجل ترجمة توجيه سيدي صاحب السمو. من جانبنا في السلطة التنفيذية يقع علينا العبء الأكبر. سوف يتضمن برنامج الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومن متابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، وكذلك تطوير أجهزتنا الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية. كل هذه سوف ترد في برنامج الحكومة إن شاء الله خلال مدة أقصاها 3 أسابيع. أختم بأن الحكومة، وأكرر، تمد يدها إلى أبعد مدى للتعاون مع المجلس لتنفيذ وترجمة توجيهات سيدي صاحب السمو.